صباح الخير يا البنات. اليوم ان شاء الله جبت لكم تدبيره هايله هايله هايله. كاين موالفين يشرو لي طابلات تاع الماشينه تاع المعن، على بالكم بلي لي طابلات ساكوت شير اون بليس. دي فوا كي تكون الماشينه ماشي معمره لازم نكوبيو هذيك لا طابلات، وكي تكون فيها 3 كوش كي نقسمو لا طابلات هذيك لا طابلات تبدا تتفتت، دونك ما عندناش يعني فايده في لي طابلات. الو خممت شريت هذا سائل الاواني ليكيد ليكيد يجي شويه جل هاهو، ومن بعد خدمت به وليت نعمر لو كومبارتيمون تاع لو صابون. كي نغلق لو كومبارتيمون هذا لو ليكيد هذا يبدا يسيل قبل ما ديماري كاع الماشينه، لو ليكيد يبدا يسيل. خممت قلت دوك انا كيفاش ندير، خساره في خساره. ومن بعد واش درت، قلت لازم هذا لو ليكيد نرجعو على شكل صلب صلب ولا مجمد. الوغ جاتني الفكره قلت نستعمل هادوما تاع هادو لي زاكسيسوار تاع لا غلاس. قلت هادي تاع البيض، قلت ندير قس اون طابلات كبيره، يعني كي يكون معن معمرين نعمر هادي ونكونجليها، وكي يكون عندي المعن تاعي قلال الوغ نعمر هادوما. عمرتهم فوالا، ندخلهم في المجمد، من بعد كي يجمدوا لي نخليهم داخل هاد لي بواط هادوما تاعهم لي زاكسيسوار هادوما، يعني ماشي كي يتكونجلا نحيه. ومن بعد هذا قلت لكم نعمرو باش ندير ماشينه كي ما تكونش معمره بزاف. ومن بعد كي نديرهم في المجمد ما نحيهمش من هاد البواطي هذا، نخليهم فيهم. كل ما نسحق واش ندير، كي نسحق ناخذ مغرفه صغيره ونبدا نديكولي فيهم بالوحده. دوك ولا خلاصوا لي من هادو ندير زوج هادوما باش نغسل بهم. فوالا هذه هي التدبيره تاعي تاع نهار اليوم. دوك ندخلهم في المجمد، دوك يجمدوا نوريه لكم.